محملة بالخيرات والنعيم عليك مشاهدنا الكريم، أيا كان مكانك في هذه الدنيا، وأيا كان دينك، وأيا كان جنسك، وأيا كان جنسيتك. وأهلا بك معنا في هذه الرحلة المسائية التي نطوف من خلالها في عدد من الفقرات المختلفة. وقبل ما نبدأ حلقتنا ونشرع في بدايتها، لابد أن ننعي أنفسنا وإياكم بالذين ارتقت أرواحهم بالأمس، الذين آمنوا بقضيتهم وسعوا جاهدين أن يحققوا شعارات هذه الثورة: حرية، سلام، وعدالة. وأنا بجهز للحلقة للأمانة كنت بحاول بقدر الإمكان أتمالك نفسي، وإني للآن بجاهدة إنه أنا ما أتأثر أو ما أحدث أي رد أو انفعال زائد. فإذا في رسالة واحدة بنوجهها لكل أم، الله يرحم كل أم، الله يرحم قلب كل أم فقدت واحد من أبنائها، ويصبرها على فراق ولدها، ويجبر بخاطره ويربط على قلبه. واعفلي واعفل كل مواطن سوداني واقف عاجز أمام إنه يجيب لك حق ولدك ولا حقك أنت. وما إلا نقول صبرا جميلا والله المستعان. أهلا بكم مشاهدينا. نستعرض معكم مشاهدينا الكرام تفاصيل هذه الحلقة. والفقرة الأولى هي إضافة لمدارس أبو ذر الكودة الثانوية التي دائما ما تحقق نجاحات استثنائية. منتدى شباب العالم، فقرة ثانية من هذه الأمسية. أما الفقرة الثالثة، معرض الصناعات الجلدية. أما عن الفقرة الرابعة هي استضافة لمسابقة أسبوع البرمجة الإفريقي. إذن مشاهدينا، كانت هذه ملامح هذه الحلقة. رحم الله كل الذين أفنوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل وطن حل، وطن حر وديمقراطي بإذن الله. نستمع ونرجع نتواصل بإذن الله.
المعاناة والألم وطن يسع الجميع، ورحمة الله والمغفرة لكل من أفنى نفسه مقابل هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ملامح هذه الحلقة، نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.